يشرفني أن أدعو إلى المنصة صاحب الكلمة الآن الذي نتمنى له كل التوفيق والنجاح بمهامه الجديدة، وهو اليوم ما زال ضمن إطلالاته الأولى علينا، الرئيس الجديد لجامعة روح القدس الكاثوليك الأب الدكتور طلال هاشم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعد الحريري ممثلاً بالدكتور داوود الصايغ، معالي وزير العدل القاضي ألبير سرحان المحترم، يسعدني أن أحييكم باسم قدس الأب العام نعم طلال هاشم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية والرئيس الأعلى للجامعة الذي أحييه وألتمس بركته، كما أحيي صاحب السيادة المطران أنطوان شربل طرباي وأصحاب المعالي والسعادة والسيادة حضرة الأباء المدبرين العامين وأصحاب المقامات الدينية والجامعية والسياسية والعسكرية والأمنية والبلدية والفنية والإعلامية وأكيد القضائية بوجود معالي وزير العدل والأباء الأجلاء وأعضاء مجلس الجامعة المحترمين، الأهل الكرام، السيدات والسادة الذين يشاركوننا فرحة هذا الاحتفال. بداية اسمحوا لي يا معالي الوزير أن أشكركم على رعايتكم هذا الاحتفال، إنني أقدر ذلك لأسباب عديدة. أنتم من مؤسسي كلية الحقوق في الجامعة، ولا حاجة بي للإشادة بهذه الكلية لما لها من مكانة في الجامعة بعامة وفي قلبي بخاصة. إلى ذلك يشرفني القول بكل مصداقية واعتزاز إن حضوركم الفاعل ضمن الهيئة التعليمية منذ تأسيس الكلية حتى اليوم قد أعلى شأنها وعزز مكانتها. والأهم في هذه المشاركة الفاعلة والقيمة أنكم كنتم دائماً ولا تزالون بالنسبة لنا وللأساتذة والطلاب خصوصاً نبراس خير وحق ومثال الأستاذ المحب والمترفع. وانطلاقاً من طيبتكم وحسن معاملتكم وتجسيدكم قدوة مثالية على صعيد القانون والقضاء والتعليم ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، إن الجميع ولا سيما الطلاب يكنون لكم أصدق مشاعر المحبة وأعمقها، ويتطلعون إلى شخصكم الكريم ومسيرتكم المشرفة بكل تقدير واحترام. ولا يسعني إلا أن أضيف ما خبرته شخصياً على الصعيد الإداري، ألا وهو استعدادكم الدائم للمساعدة وتعاونكم الصادق والمجدي في كل مناسبة إلى أقصى الدرجات. بإيجاز أقول أيضاً إلى كونكم مثالاً علمياً وقدوة أخلاقية، أنتم ضمانة في سدة المسؤولية الحكومية ومصدر يوحي بالثقة بالوطن ونهضته الموعودة لخريجينا وشبيبتنا. لكل هذا وغيره الكثير مما لا تحبون الإفصاح عنه في مسيرتكم الناجحة، لأنكم من أنصار العمل بصمت بليغ ووداعة فعالة ومن دعاة الأخذ بقول السيد المسيح لا تدع شمالك تعلم ما تفعل يمينك، أعود فأكرر ترحيبي بكم وشكري لكم على رعايتكم هذا الاحتفال. أيها الخريجون والخريجات الأحباء، أود أن أبدأ حديثي معكم عن أهلكم، إن أهلكم أبطال تنحني أمامهم الرؤوس احتراماً، لأنهم سكبوا الذات وما لديهم من أجلكم ومن أجل نجاحكم. أيها الأهل الأحباء،
لكم كل احترام وتقدير، وتأثيركم يؤثرنا جميعا، لأن فيكم نرى الإنسان الذي يعي أن مسيرة الحياة ماضية إلى الأمام، وأن من مسؤولية كل أحد أن يلعب دوره كما يجب في مرحلة معينة. لكم الشكر على ما أنتم وعلى ما عملتم. اسمحوا لي هون باسم أصدقائي وإخوتي الطلاب، رح أعتبرهم إخوتي صغار، وأنا خيٌ الكبير وإلكن لأهلنا، ورح أسمح لحالي أقول لأهلنا، بشكركم باسمهم على كل قطرة حب وتضحية وعطاء مجاني لإلنا، ومنوعدكم أنه رح تفتخروا فينا بكل عمل نعمله. ألتفت معكم الآن إلى جامعتكم أيها الخريجون والخريجات، أراها مع الكثيرين الكثيرين تتألق وتزهو، إنها تزهو أولاً بكم أنتم طلابها وخريجوها، وهي تزهو بما تحققه من نجاحات ومن تقدم مضطرد على صعيد الاعتمادات، وعلى صعيد التصنيف الدولي، وعلى صعيد شبكة العلاقات الدولية التي تتابع نسجها مع أفضل الجامعات والمرجعيات العالمية. بخاف أنه ما يعنوكم كثير هالكلمات طلابنا، لأنكم معودين على كلمات مثل quality, accreditation, excellence, ranking، هود اللي بعني فيهم. وبرجع بذكركم، لأنكم تعرفوا عم ذكركم قديش جامعتكم مشهورة وكتير عالي بهيدا الموضوع. أنتم بتعرفوا كتير منيح أنه most of your programs are accredited by European or American institutions. واللي few remaining هن in process. وهيدا فخر للجامعة ولألكم. وأرى الجامعة تزهو بانتمائها إلى الرهبانية اللبنانية المارونية، لأن هذه الرهبانية هي رهبانية القديسين، وهي رهبانية تعشق لبنان، وهي رهبانية تحمل قيماً يتوق كل مجتمع أن تكون فيه. هنا أتوجه إلى رأس الرهبانية قدس الأب العام عمطلة الهاشم السامي الاحترام، شاكراً إياه مع مجمع الرئاسة العامة الموقر على منح الثقة لأن أتولى هذه المسؤولية المباركة، وعلى متابعة أمور الجامعة بنظرة أبوية واهتمام كبير من أجل خير كل طالب وأستاذ وعامل فيها. إنني أدرك مسؤولية الجسيمة في موقع رئاسة الجامعة كحلقة من سلسلة رهبان تولوا المسؤوليات في الرهبانية. في هذا السياق بالذات أوجه إلى من تحمل هذه المسؤولية طيلة السنوات الثلاث الماضية، أخي البروفيسور الأب جورج حبيئة، تحية إكبار وشكر على ما بذله من أجل إعلاء شأن الجامعة وتعزيز مسيرتها. أيها الخريجون والخريجات الأحباء، أبارك للمسؤولين والأساتذة والموظفين في كلياتكم، لأنهم شاركوا وأسهموا كل على طريقته في بلوغكم مواعيد القطاف، وحبذا أن تلبوا أمالهم وتحققوا من يصبون إليه على الدوام. هنيئا لكم أيها الخريجون على ما أحرزتم نتيجة لجهودكم الحثيثة ومثابرتكم على الأبحاث المعمقة والدراسات القيمة خلال سنوات تخصصكم. أنتم اليوم في طور جني الثمر بعد أطوار الزرع وتلقي المعلومات والبحث عنها والتقدم على دروب التحصيل العلمي والاستعداد المهني، بل أنتم اليوم على موعد مع الإبداع الشخصي والعطاء في مختلف الميادين. أيقنوا بأن الجامعة سوف تتبع خطاكم بشغف، كما عين الأم التي تسهر من بعيد على إنجازات أبنائها وتنتظرهم في حال تابهم لا سمح الله أي طارئ أو إخفاق، لتشجعهم وتشدد عزائمهم. أيها الخريجون والخريجات،
إنكم فوج إلى العمل تيمنا بشعار الحكومة الحالية التي ينتمي إليها معالي الوزير ألبير سرحان ومعاليه مثال لكم في النجاح والعصامية والنزاهة وهذه هي القيم التي تربيتم عليها في كنف عائلاتكم وفي كنف جامعتكم فشكرا مجددا معالي الوزير ألف مبروك أيها الخريجون والخريجات لكم ولأهلكم ولأساتذتكم عشتم عاشت جامعة الروح القدس وعاشت الرهبانية اللبنانية المارونية وعاش لبنان.